أول حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده وتفسيره وفهم مقاصده. المركز الأول المتسابق رأفت عبد الستار أحمد محمد الطيب، جمهورية مصر العربية. قيمة الجائزة 180,000 جنيه. المركز الثاني المتسابق عمر عبد الكريم خليل الزعبي، الأردن. قيمة الجائزة 120,000 جنيه. يتسلمها نيابة عنه وزير مفوض عصام أحمد البدور، القائم بأعمال سفارة المملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية مصر العربية. المركز الثالث المتسابق عبد الباسط حلو صوصال، تشاد. قيمة الجائزة 90,000 جنيه. الفرع الثاني حفظ القرآن الكريم كاملا وتجويده لأصحاب الصوت الحسن. المركز الأول المتسابق عبد الرحيم محمد علي إبراهيم حامد، جمهورية مصر العربية. قيمة الجائزة 150,000 جنيه. المركز الثاني المتسابق عبد العزيز شعبان عبد العزيز محمد، جمهورية مصر العربية. قيمة الجائزة 120,000 جنيه. المركز الثالث المتسابق عبد العليم عبد الحليم محمد حاجي، كينيا. قيمة الجائزة 90,000 جنيه. المركز الرابع المتسابق محمد مصطفى نيانج، السنغال. قيمة الجائزة 80,000 جنيه. يتسلمها نيابة عنه السفير تالافال.